أكدت الدكتورة ريم الصفار رئيسة المنطقة الصحية الرابعة خلال استضافتها في برنامج بكم نعود، أكدت على أهمية أخذ الجرعة المنشطة لما لها من دور كبير في تعزيز المناعة وتوفير الحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه. الجرعة المنشطة هو مصطلح علمي يستخدم حق كذا فيروس مو بس الكورونا فعلا. فإحنا متداول هاي عندنا إحنا كجرعة منشطة فعلا. بعض أنواع الفيروسز منها الكورونا تحتاج أن احنا نعطي الجسم جرعة لقاح إضافية عشان الجهاز المناعي مالها يتعرف على التحورات اللي ممكن تصير في الفيروس بالضبط. يكون في لا فعالية أكبر في مقاومة هاي الفيروس. فتلاحظ أن عقب ما تأخذ الجرعة أعداد الأجسام المضادة تزيد، فعاليتها حق مقاومة هذه المرض نعم تزيد، فتلاقي أن حتى لو يصيده ما ينشره بذاك صحيح، ما يكون مريض يتطلب أنه يدخل المستشفى لعناية ويتلقى وبعدين في النهاية أنت توصل إلى الهدف الأكبر اللي هو طبعاً إحنا نبتدي على مستوى الأفراد، لكن إحنا هدفنا المجتمع بشكل عام، بعدين هدفنا الوطن بالضبط. فإحنا قاعدين نتدرج والحمد لله، يعني اللي إحنا نشوفه من نتائج لحد الآن نتائج وايد طيبة بنحق الجرعة المنشطة.